تاخد رجاله تسد عين الشمس تضلم النهار في عز الظهر تخلي ليل من كترتهم. ومن هنا لحد كنه مطرح مراحل الشيخ سلام لو فضل بيت ولا سباته ولا خصبوص من غير ما تدور على الشيخ سلام فيه يبقى اخر نهار في عمرك. حاضر. استنى من غير اذى اي حد تفتش كل شبر وكل حته حتى حواج البهايم. فاهم؟ فاهم. واي مجرم ولا قاطع طريق ولا حرامي تجيبوا لي حد هنا اقرر انا. قول اللي هجموا على عيالك من غير ما اعرف ولا واحد فيهم وما قتلتهمش وانفضل في عمري يوم واحد هاخد طلبوي منك. جدع انت كده جدع. صنعتك ايه؟ صنعت ابوي وجدودي. يعني قطع الطريق والنهب والسلب. ايوه. تتوب ولا تموت؟ اخد طلبوي واتوب. تاخد طلبك من مين يا ابن المرقوب انت؟ منك زي ما قتلت ابوي. ابوك هو اللي جه عايز يقتلني انا ما رحتلوش. نور الغدر وخد جزاء. لكن اجله فرض على يدك انت. تتوب ولا تموت؟ ما اعتبش وافضل شوكه في ظهرك ليوم الدين. مساعد امن طريقه لغايه برا فرشوط. اتحرك موته. سكت سيبه يرجع للناس. يلا. النبي يا رب وحياة حبيبك النبي تخلي الشيخ سلام يرجع. والنبي يا رب ده هو ابوي وامي واخوي وصاحبي. يا رب ما حدش كان حنين عليا غيره. حلفتك بحبيبك النبي يا رب ده حبيبي. ترضى يا رب ترضى يا رب كل حبايبي يبقوا بعيد عني. والنبي يا رب والنبي يا رب. مش انت هاد احمد الهواري ولد عمك اللي طردته برا البلد؟ ايوه صح. اختار عندي احمد. ايوه لي وقادر ربنا ينولني غرضي. غرضك أزاي يا أحمد؟ رد! أنت اللي بديت. وديت أخوي فين يا أحمد؟ ما وديتوش ولا شفته. بص في عيني زين. زمان طردتك برا البلد عشان زعلت الشيخ سلام. الدور دي عمرك كله ما هيج عزيز معاه. اسمع أنا لو علي وعلى النار اللي جواي أموت سلام وعيالك كلهم. لكن انا زي الناس. سمعت اللي حصل لكن انا ماليش يد فيه. لو كان ليا يد ما كنتش اخاف كنت هقول. صادق يا احمد قال لك اللي جواك وسامع في حريقه نجاك مني. امي عيانه وقربت تموت وعاوزها تدفن هنا. انا قلت لك تطلع انت وامك. انا طلعتك انت بس.
هي هتسيب ولادها كيف؟ ما تقدرش اجيب عنها دقيقة. ارجع واقعد مع امك. ليك الامان. وايه اللي رضاك عني؟ مفيش رضا. لكن ما دمت زين مع امك يبقى ترجع. يلا. وحد الله يا همام وقول يا رب. يا رب يا صالح. امال اقول يا مين؟ مش هتاكل يا همام. لا ما اكلش ولا عاوز ادوقه. يعني ايه يا حبيبي؟ هتصوم؟ لا جربت الوكل ما قدرتش بقى ممر في حنكي. ربنا ينجدك يا شيخ سلام. والله شيخ سلام طيب وربنا ما يسيبوش ابدا. للأمانة يا صالحة سلمها للشيخ يوسف. هقول لابوي ايه لما رحنا تتقابل يوم الموقف العظيم؟ هقول له قدرت ولدك ضيعت الأمانة. لا إله إلا الله. صل على النبي يا حبيبي. ربنا ينجيه ويسلمه ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ماشي يا صالحة. هتروح فين دلوقتي في نص الليل؟ أروح للشيخ يوسف. محتاجة بيت في سرير أبوي قوي. حنتت علي يا شيخ يوسف. سامحني. قصرت. لكن رحمتك وغلاوتك اللي عزيت في قلبي يوم ورا يوم من يوم ما فارقتني لحد الوقت لرجع الأمانة ومسامح فيها واصل وأجل في كفي وسلامة سلام في كفي. جيت أنام في سريرك يا أغلى الناس عشان قلقان ومحتار والعيل لما يقلق ولا يحتار يروح لمين غير لابوه؟ مرحبا يا شيخ همام. مرحبا يا قلب همام. برضو كده تقلقنا عليك يا سلام. هملتني ليه؟ مش بخاطري يا ولد ابوي. لما هجموا على العيال انا كنت اكلهم بسناني لكن كتفوني يا ولد ابوي وخدوني. مين دول اللي خدوك؟ قول لي عليهم عشان اموتهم كلهم. خدوني هنا في القصر عشان يكيدوه وكل ليله يعذبوني لكن ربنا معايا. انهي قصر؟ ومن هم؟ أهم جايين ياخدوني تاني يا همام. لا نافع معايا لا جوع ولا عطش ولا عذاب. ربنا ما فيش معايا لا جوع ولا عطش يا ولد ابوي. ما تخافش. انهي قصر يا سلام؟ ياخدوك فيه؟ سلام سلام سلام. وديت فيه سلام يا همام؟ هي دي الامانه؟ هو هنا في القصر. هروح اجيبه. ايه؟ هنا اجيبه. سلام سلام. سلام سلام. ايه الاخبار يا مملوك؟ عجيب يا مولاي عجيب. بنمنع عنه الاكل والشرب بالايام وبندخل عليه بنلاقي وشه احمر وبيضحك وكانه واكل خروف. لا ده بقى لازم اتفرج عليه. تعال. شفته اسماعيل وهيقول لي انه جوه قصر محبوس. شفته فين يا همام؟ بالحلم. خبر ايه؟ سلامة عقلك يا شيخ العرب. هنمشي ورا الاحلام
الشيخ سلام طاهر يا اسماعيل، لما يجيني في الحلم يبقى صادق ما يكذبش. انت بس لما نمت وحدك في بيت الشيخ يوسف الله يرحمه اتوحشته فشفته في المنام، لكن ده في الاول والاخر منام. وانا قلت لك الشيخ سلام قال لي الصدق، وانا هجيبه من قلب القصر دي. انهي قصر؟ هنفتشوا عليه في المجهول. هيبان يا اسماعيل هيبان. من انهي بيك الكبير شيخ بلد مصر الى همام بن يوسف احمد الهواري؟ تابعنا في الصعيد بعد السلام. نعلمكم بحاجة البلاد الى الارض شرق خميم التابعة لالتزامكم لضرورة تعود بالنفع على البلاد والعباد. ونذكركم بأن الرفض والتلكؤ يوجب سخطنا وغضبنا ويكلفكم من الأحباب أغلاهم. الدور دي ما فيهاش إسماعيل. ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش فضار. نتخذ الدور دي أعز الناس وأغلاهم. ما إحنا ما عارفينش هو فين. أنا أعرفه اسمعي، أنا أعرفه. عيالي وأخوي فضل إيه تاني؟ اللي أنت عاوزه نعملوه. لا عاد خلاص اسمعي، اللي عاوزه أنا اللي هعمله. اللي راح مني الدور دي قلبي اسمعي، محدش يقدر يعيش من غير قلبه. خبار يا همام، تعمل حاجة من غير والد عمك؟ ده حتى يدي اللي طار منها صباع زمان تزعل لو ما كانتش في يدك. مين قال لك اني ما اقولكش؟ هتعرف كل حاجه، بس اسمعني زين، عشان اللي هقوله لك دلوقتي محدش في الدنيا هيسمعه غيرك. هتغيب عني قد ايه يا همام؟ اسبوعين يا صالحه. اسبوعين حيين؟ مين فيه قلب يستحمل ده؟ هيعد وارجعلك ان شاء الله. هتروح تدور على سلام؟ لا، هروح اجيب سلام. ايه؟ عرفت مطرحه؟ ربنا كبير. خلي بالك من روحك، من ورد اليمن والولد يا صالح. انت خلي بالك من روحك يا روح صالح. 10 سنين يا خاتون هانم وانت لسه على عنادك. علي بك، خلي اليأس يملى قلبك من ناحيتي. مش هتقدر تلمسني إلا وأنا جثة، وحتى دي دعيتها من ربنا إن يصونها من إيديك لحد ما أنزل تربتي. تكلمتي؟ أنت بتكلمي شيخ بلد مصر مملوكك؟ ذكرى عثمان بك الغايب اللي بقاله 10 سنين أقوى من حضورك علي بك. كنت نفسي أكون قاسي معاكي، لكن قدام عينيكي يبقى مملوكش غير الخضوع. طول عمري بكره لقب مملوك، لكن معاكي أنتي اللقب ده بقى له معنى. أرجوك اتركني أصلي فرض الصبح لربنا. صلي صلي يا خاتون هانم وادعي لي إني ما أحبكيش قوي كده. قدامك لغاية صلاة الظهر، بعد كده حاجة أخد كل اللي أنا عايزه. هاخد كل اللي أنا عايزه يا خاتون هانم. منك لله منك لله، لو أزيد منك لله. انت مين؟ انت سمعت عني وما قابلتنيش. انا يا سيدي ابقى شيخ العرب همام. شيخ العرب همام؟ يا مماليك يا ايه ده؟ اصل انا كنت شيعت درويش وشاهين عشان يتطهروا عن سيدك عبد الرحيم الجناوي. زي ما تقول كده نادر، كنت نادر. قالوا لي اشاعه، قلت كيف؟ لازم اجي بنفسي اتوكد منك. قالوا لي، قال ايه؟ ان علي بيه مش متطهر. قلت كيف؟ قالوا لي المماليك ما يتطهروش. قلت لا، ما ينفعش، شيخ بلد مصر يبقى مش متطهر. وجبت الواد زرزور ومعاه الموس بتاعه.
عشان نخلصوا الموضوع ده. بس بيني وبينك الواد زرزور غشيم شوية، أول مرة يعمل لي وممكن يعني يجر عليك، فقلت أجي معاه عشان ما خليهوش يخلص عليك خالص. يلا يا زرزور اشتغل وأنا عيني عليك. إيه خير؟ ليه؟ مش حاجة. ما تعرفش أخوي سلام فين يعني؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ انطق خلص. شكله ما يعرفش. يلا يا زرزور مش عايزين نعطل البيع. استنى يا زرزور، ظهر البيع عاوز يقول حاجة. شيل الشال نشوف البيع عاوز يقول ايه. سلام عندي في السرداب تحت. الحمد لله. يعني عندك؟ أنا قلت كده. طيب يوسف لزرزور ولا تحب يخلص معاك الأول؟ لا 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 كويس أوي يا شيخ العرب، أنا هايل، أنا تمام جدا، أنا زيكم بالظبط. كده طيب خلاص. يوسف لزرزور ومساعد هيربطك زين لحد ما زرزور يجيب الشيخ سلام ويعدي. ازاي عايش من غير ما تاكل ولا تشرب؟ باين عليك مبروك شيخ سلام. قول يا رب. يا رب يطلع لك ضب. ظريف شيخ سلام، انت عارف جن علي ممكن يعمل فيك ايه؟ ولا يقدر يعمل معايا اي حاجة. يبقى انت ما تعرفش جن علي. في ناس بيعصرها عصر، في ناس بيقشرها، في ناس بيقسمها نصين. قال ربك يلجمه ويخليه زي الفار. لو اداني الإشارة هقتلك بإيديا. وإن كنت خايف منك شيخ سلام. خايف مني؟ ليه يا بوي؟ أنت بس قول يا رب. يا رب. يطلع لك ضب تاني. شيخ سلام. زرزور اللي جابك هيتسلوك معاه. ما تقلقش يا شيخ سلام. سيق عليك النبي ما تموتوش. كفايه كده. وانت قول يا رب. مفيش فايده تشيع لي سم وما تسمش، شيع لي ثلاثه موتوني وما موتش. نيتك مش سليمه عشان كده ربنا ما يوفقكش كده مليح. موضوع شرق خميم ده اظن دلوقت ما عادش ليك غايه فيه قوي، مش كده يا علي بيه؟ حماه سلام حبيبي سلام حبيبي يا حماه. وحشتك قوي يا ولد ابوي. كده برضه يا حمام تسيبني؟ ده انا مت من الجوع. سلامتك يا سلام، عمري ما اسيبك يا حبيبي عمري. وانا كمان كنت هجيلك في الحلم. الحمد لله على السلامة يا جد أمام. نصيحة لوجه الله يا علي بيه، قول لهم الشيخ سلام ده سروباتة شيعت أقتله وهو في السرداب ما لقيتهوش قاعد. هو سروباتة ده أحسن من فضيحتك. وموضوع الطهارة ده هنأجلوه شوية ما تخافش. سلام عليكم. أقول لك إيه، بص يا علي بيه عشان معرفش اسم ابوك زين، الاخلاق محدش هيتعلمها، هيتولدوا بيها بعيد عنك. وهقول لك حاجه احفظها وراي زين، ملعون ابو اللي عارف كلمته ما تمشيش ويقولها،
وملعون ابو اللي عارف كلمته تمشي وما يقولهاش. الحسيس يفهم. سلام عليكم. قول يا رب. نعم. يطلع لك ده. نام يا حبيبي نام. ايه اللي اخرك الوقت ده كله عليا يا همام؟ اول ما عرفت طريقك فيها نجيت على طول. عرفت طريقي كيف؟ كذا حاجه يا حبيبي، كذا حاجه. شكي وجواب علي بيها والحب اللي شفتك فيها. كنت كل ليله قبل ما عيني بغفل امسك روحي بيدي كده واقول لها طير الهمام طمنيه، لو هب نسمة هوا في سجن السرداب اقول له طير يا نسيم الريح واعلم اخوي همام. كنت عايش كيف؟ كنت تاكل كيف؟ في الاول منعوا عني الوكل والشرب، كنت كل ما اجوع انام واحلم اني اكل كتير واشرب واصحى من الحلم شبعان ورويان وهم يطلوا عليا ويستعجبوا، بعدين بيجوا يجيبوا لي وكل مرضاش بيه. ما ترضاش بيه ليه؟ عفش. وكل الحلم أحلى، الحلم مليان لحم وفطير وديوك. أول ما رجع من غيرك الذهب بيمر في حنكي، ورحت نمت في بيت أبوك الشيخ يوسف وشفتك في الحلم. أنا نام يا حبيبي نام. بقول لك إيه يا شيخ سلام، لو لقيت وكل زب في الحلم وكلني معاك. ها؟ ايوه واد امكتهم زين وداريهم تحت التراب. ده انت هتفهم في الفلاحه يا شيخ العرب. امال انت فاكر ايه؟ الأرض دي زي الناس الزينة وعتحس، والنخلة كريمة الناس تعقدها بالحجارة وهي ترميلهم بلح. إحنا التراب والنخلة عملنا، التراب يروح للتراب ويفضل العمل. نخلة الدرويش ونخلة الشاهين ونخلة العبد الكريم. واقف ساكت ليه يا همام؟ اتفرج عليك يا شيخ سلام، توحشت شفتك وسمع حسك. توحشتك العافية. اقعد يا شيخ سلام اقعد. شكل ايه السجن اللي كنت فيه؟ المماليك هيسموه سرداب، نفق تحت الارض مليان اوض صغيرة وضلم. حبيبي يا سلام عذبوك. كل ما ياجي المملوك يمد يده علي يخاف ويرجع لورا ويقول لي ان عيني عطلع نار. الله اكبر الله اكبر، انا محمي بيك يا شيخ سلام. نفق تحت الارض، فكره غريبه قوي. لا ما هتنزلش، اقعد جاري. لا هند ما هتنزلش، يعني ما هتنزلش ليه يا ام؟ انزل اقعد مع عم سلام احفظ زي القران، اشمعنى درويش؟ امه قالت له انزل وانا اقول لك ما تنزلش. خبر ايه يا ولد؟ ما تسيب الواد ينزل مع اخوه.
لا ما ينزلش، مستغنياش انا عنه. لا سيبيه، دي بلده وبلد ابوه كمان، هتخافي ليه؟ سيب الواد. لا يقعد جاري، بنتي ده مش واد. لا واد ويقعد، انا حره. انا قلت لك الذكوره ما تتحبسش في البيوت. لا يتحبس، ما نقصاش انا مرار، بخاف عليه يا ستي. ما انا ولدي نزل. انت حره في ولدك وانا حره في ولدي. ما فيش ولدي وولدك، قلت سيب الولد مع بعض. لا ما ينزلش، خليه متكسح جارك. كتر خيرك، تشكرين. ما انت هتفوري الدم وتخلي الواحد يغلط فيكي ليه؟ انزل يا ابني مع اخوك. يلا ينزل عشان ما يتفسحش زي امه، خلف عيال عشان نرميها للموت. بعد الشر عليهم وربنا يحميهم من كل حاجة عفشة. ميتة حبستهم هتعلمهم حاجة، دول لازم يبقوا زي ابوهم رجالة، دول عيال أرجى الراجل. وانا هنزل غصب عنه. اتلمي يا مكفي واسمع الكلام، هتفتح هنا فمك ولا ايه؟ قالت لك ما تنزلش يبقى ما تنزلش، وتقف وتحط وشك في الارض وتقول حاضر. وانا ما هسمعش كلامك، انت مرت ابويا وما تزعجيش فيا. عيب يا شاهين، ام درويش امك مش مرت ابوك؟ جبت من فين الكلمه دي؟ هنا ما فيش مرت ابو، هنا في عيال همام وبس، كل واحد فيكم ليه امين، هي امك ورد اليمن وانا برضو امك صالحه. لو سمعتك بتقول مرت ابوي دي تاني هتعرف صالحك معاي، فاهم؟ خلاص يا شاهين، انزل دلوقتي العب مع اخوك يا حبيبي. لا ما هينزلش، هيقعد عشان يتعلم الادب، وهشوف كلمتي هتمشي ولا لا. تمشي يا ام درويش تمشي. فضى شيع الدرويش يترزع جار اخوه، مش هعرف اربيكم انا ولا ايه؟ شيخ سلام، شيخ سلام جالك قلب يا شيخ سلام، جالك قلب تغيب على حبيبك، جالك قلب. مش بخاطري يا جافر، انت عارف يا شيخ سلام انا ماليش حد غيرك، من يوم ما نزلت من الجبل غريب ما لقيتش غير قلبك يا شيخ سلام. حبيب انت يا جافر، وهو ربك الجامع جمعنا تاني. الحمد لله الحمد لله. يا توحشت حسك وغناك قوي يا جافر. والله ما غنيت ولا يدي لمست السبيب من يوم ما غبت. كد كده يعني هتغني لحبيبك سلام؟ ولحد الفجر يا شيخ سلام. بس انا زعلان منك ومخاصمك. مين قال؟ انت صالحتني خلاص. ايوه صح صح يا حبيب، غني غني وانا سامع. اتلميتوا على بعض، يبقى رجعنا لدوشتك غناك الماسخ يا جابر. انا غنايا ماسخ يا شيخ العرب؟ يوجع القلب، القلب ما ناقص يا ولدي، يتغني غنى يفرح القلب يقطع خبرك. قول قول. غني اللي هو عاوز احسن لك. قطعت رجل راجل يا همام. ابوي ما قطعناش ولا حاجه، كان نفسي نقطع رجاء بس ما حصلش. وهي الحكايه اي غير الرجفه نفسها؟ ما هي هي، والله ما عايزكم بعدها والا يبقى مش راجل. يسكت ولا ما يسكتش، يعمل اللي يقدر عليه، انا اخوي خدته خلاص. واعر انت يا همام واعر، ما تسيبش حقك ابدا. البادي اظلم نفس اتجوز سلام يا اخي. عايز تجوز اخوك؟ عاوز يحس طعم الدنيا شويه، عاوز مره تشده من الارض وتربطه بيها زينا. شايل هم اخوك الراجل، امال الهم اللي على كتافي مين يشيله؟ ليلى مش هم، ليلى دين زينه بيتك، ربنا يفرحك بيها يا رب. بس الشيخ سلام اصله خد على كده، وهو ملوش غايه في الحريم. يا هناها اللي بتتجوز الشيخ سلام. الشيخ سلام دي عنده قلب تعيش فيه اي مره ما تعرفش الحزن. ميت الحريم ينفع معاها ابو قلب ابيض يا همام. ما احنا بحريمنا زينه ولا احنا حوش يعني؟ احنا غير الشيخ سلام، احنا الدنيا صبغه قلوبنا بلون ايامها ولياليها. لا يا ابوي صبغه بهتانه، القلب الابيض ما تقدرش عليه اي صبغه.
انا كيف اتجوز سلام؟ عايز تجوزه؟ جوزه. الجواز خير، خليه يجرب الحريم ويعرف شقى الدنيا. فمن كده انك عتشتك من شمش؟ لا يا ابوي، دي احسن واحده في الدنيا. جدع، لا تكون مزعلاك ولا حاجه. ولو مزعلان انا اقدر اقول اوعى تقول. اوامرك يا ابو نسب. على صلخه مفيش احسن منها يا ابوي. حسين بيك كشكش. اوامرك علي بيك. صدر فرمان بنفي صالح بيك لغزة، لو قبل تطلع انت على جرجة في امان، لو رفض تطلع على راس تجريدة وتخلي جرجة دي كوم تراب وتكسر صالح بيك وتجيبلي راسه، بعد كده تتجه جنوبا لفرشوط وتجيبلي راس همام. انا عايز راس صالح بيك وهمام الهواري تدخل كل بيت في القاهرة عشان يتفرج عليها الاطفال والنسوان اللي عايزة تخلف. عايز الناس تفضل سنين تحكى وتتحاكى اللي عمله حسين بيك كشكش في الصعيد. مفهوم؟ مفهوم علي بيك. ابو الدهاء امرك علي بيك. انا عايز خبر نفي صالح بيك يروح له اسرع من البرق. اتحرك ابو الدهاء. نفذت الامر يا بيه. عصيان الامر معناه صدور فرمان ان صالح بيك القاسمي مارق وعاصي وعمل تجريده على جرجه، وانا البلد اللي حبيتها وعشت مع ناسها عمري ما اكون السبب في خرابها. اصيل يا صالح بيه، واحنا ما نسيبوش الاصيل واصل، ويوم ما يضيق الامر ربك يجعل من الضيق فرج باذن الله. ظهر بتنفيذ الأمر واطلع السويس ونفرهم من عند ناسنا في البحيرة، اتزود من هناك وغيب عنهم شوية وارجع مع جابر من بحر الجبلي في طريق الجن ما عرفوش وكرنك في المنيا. المنيا صحراء واسعة، جيب ليها سيوط بوابة الصعيد واحنا وراها، وناسك القسمية وحريمك وسلاحك ومماليكك هيفضلوا عندي هنا، وهناك في المدية هتبقى قريب من محروسة، يخافوا منك أكتر وتقدر تساومهم. زمان سألتك عن الأصحاب في الآخرة، قلت لي الأحباب في الدنيا. أيوة طبعا، أمال يا بيه. وأنت وقفت جنبي يا شيخ همام وأنا أحبك. أحبك الله اللي حبتنا فيه يا صالح بيه. الراجل اللي ما يلاقيش صاحبه ساعة الزنقة إيه عزته ولا إيه قولك يا شيخ إسماعيل؟ مفيش جول بعد جولك. وهتديني رجاله معايا؟ كتير يا بيه، قد ما انت عاوز. هواره؟ طبعا هواره، بعيد عن مماليكك وناسك اللي هنا. انت علمت هواره وهم لازم يردوا الجميل، هيحطوك من كل جهه من بعيد. لو حكمت ساعه الغدر والخيانه وهنت الارواح يفدوك. والله البعد عن صاحب زيك هو الموت بعينه. ربنا ما يبعد الاحباب عن بعض ابدا يا صالح بيه. إن شاء الله نتقابلوا دنيا وآخرة. إنما لو عملوا علي الحسبة وطلبوا الأموال. حسبة؟ يعني إيه حسبة يا صالح بيه؟ الحسبة عندنا عرف في المماليك، أي مملوك يتنفي يحاسبوه حساب الملكين، يشوفوا ثروته إيه وعليه إيه، وبيلاقوها حجة للسلب والنهب وهتك الأعراض وخطف الحريم. يعني خراب بيوت يا شيخ همام. مماليك من غير اصل يعملوا حسبه يسلوا بيها ويخربوا بيوت الناس. ياجوا فرشوط يحاسبون انا صالح بيه وانا كفو. ما هيلاقوش حاجه في جرجه، انت هتطلع بطولك، كل حاجه غاليه عندك هتسيبها عند امانه، اخر ما هيغلبوا هيجوا يفتشوا عندي. شكرا يا شيخ همام. شكرا يا شيخ اسماعيل. شكر لله. كيف اتخيل الصعيد من غيرك يا صالح بيه؟ والله كان اخوي جاي يقول انه ماشي. هنتقابل باذن الرحمن. انت هتبيت في مضايفنا الليله دي، بكره ان شاء الله تسافر. لما تكرنك في المنيه شيع المرسال.
عودك معاه زي ظله يا جابر. علم يا شيخ العرب. صالح بيه اغلى الناس على قلبي، سلامته عندي بالدنيا كلها. يبقى حياته اغلى من حياتي. وانا قلت بجوان بيه وفهمته فامان الله. اسمع. نعم يا شيخ العرب. لو اراد المولى ولحقته في البحيره عند يونس وانتوا ماشيين، خلي بالك محدش يعرف وجهتكم فين، وحرص عليه وانت هناك اكتر من اي حته تانيه. يلا توكل على الحي الذي لا يموت. بالاذن يا شيخ العرب. مالك وشك مش رايق ليه؟ مالي؟ اقول لك مالي؟ قول اللي في قلبك وعيني قراته في عينيك. يعني هتشيع عيالنا يا همام يحموا مملوك منفي؟ مملوك منفي؟ صالح بيه بعد كل اللي عمله معاي بيجي مملوك منفي؟ صالح بيه صاحبي وليه في رقبة العهد. طول ما هو في مطرحه هنا ماشي، لكن غير كده لا. يعني احنا نحمي القوي وبس؟ ياجي غيره ويبقى لنا معاه طريقة، هما يتغيروا واحنا قاعدين زي الوتد. مش موافقك، واجبي احمي صاحبي للنهاية. انت حر، انت عتعمل اللي في راسك وبس. الراس اللي مفيهاش مطرح للقلب راس خربان يا واد عمي. ولما يتقتل هو وعيالنا اللي معاه. يبقى ما تعلموش وراح شقامة هدر، واللي ما تعلمش يستاهل. واحنا نخاطره ليه؟ اللي ما يخاطرش امه ما اتزغرتش يا اسماعيل.